انا ارسل رسالة الى الدكتور محمد مرسي واقول له كل سنة وانت طيب، وثبتك الله على الحق ان شاء الله، وان نصر الله لقريب. ولكن ورسالة لجميع المعتقلين السياسيين على مستوى الجمهورية، كل المحرومين من الحرية، ان احنا مكملين ان شاء الله على ضرب الحق الى يوم الدين باذن الله، الى ان ينكسر الانقلاب الظالم ان شاء الله.